نشرة الليلة، عبوة زحل تقتل بائعة المحارم وتستهدف زوار المدينة. هذا مستهدف الأمن والاستقرار في منطقة البائع. بالريف الذكرى 39 لتغييب الإمام. لم يثبت لدينا لا علنا ولا سرا أن حياة أحد الأحبة الثلاثة قد انتهت. حيطان الكنيسة تروي حكاية الإمام المسيحي. أن كل طلقة تطلق على دير الأحمر إنما تطلق على بيتي. النفايات مكانك راوح أحراج بلديات المدن لإخراج التشنق. ما في أي شعبة زبالة تنكب ببرش حمود. كل بلدية، كل نائب، كل كتلة خلية تتحمل المسؤولية. جديد الجديد، فهلوي يسألكم. ما أعرف شو يعني زواج المدام. حرية شخصية. وفي ترند تضامن مع زحلة وتنديد بالبيك السائح. هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. عند ناصية الطريق ما بين زحل والشام كانت صابرين تبيع المحارم والحلوى لسد مرارة النزوح وتحقيق الأمل بتسجيل أولادها في المدارس. عبوة بأربعة كيلوغرامات من TNT غيرت وجهة الحلم ونقلته إلى مسامير اخترقت جسدها لتصبح السورية الصابرة في عداد خبر عن تفجير يهز بوابة عروس البقاع ويجرح العابرين. وفي الجرح تشاركت زحل وعكار حيث الوافدون إلى الاستجمام عند نهر البردوني. وفيما تردد أن الانفجار كان يستهدف حافلات متجهة إلى مدينة صور للمشاركة في احتفال الإمام الصدر، نفت حركة أمل هذا الأمر. وسواء صح الاستهداف أم كان مجرد تكهن، فإن اسم الإمام المغيب يكون قد مر من إكسارة ألقى السلام على تعايش الأديان، على كنائس كانت رفيقة الوطن الضال وأعلنته يوما غبطة الإمام. وعند ناصيات صور وعلى أبوابها كان الجمهور الأخضر قد احتشد عصرا لإحياء الذكرى التي تقام سنويا في 31 من آب منذ تغييب الإمام ورفيقيه. وأخبار التغييب جاءت بإعلان الرئيس نبيه بري أنه لم يثبت لدينا لا في لبنان ولا في ليبيا أن حياة الصدر ورفيقيه قد انتهت. ومن الغياب إلى الحضور السياسي المغيب والمخطوف والمأسور والملعون، حيث وضع بري الرئيس في السلة، لكن ليس وحده، فالاستحقاق الرئاسي يكون إذا جرى التوافق على ما بعد الرئاسة. ودعا بري إلى وقف الدلع السياسي وقال: إنني في مواجهة القوى التي تواصل الانقلاب على العناوين السياسية، سأواجه ذلك بقوة الناس إذا اقتضى الأمر. ووضع رئيس المجلس صياغة قانون نسبي للانتخابات كأولوية تسبق الرئاسة حتى لا تستمر في وضع العربة أمام حصان التقدم إلى الأمام، ونلجأ إلى قوانين أكل الدهر عليها وشرب. فيديو حصري لقناة الجديد يظهر اللحظات الأولى لوقوع تفجير مستديرة إكسارة في زحل الذي هز المدينة ولبنان بعد آخر تفجير ضرب منطقة القاع الحدودية.
إذن تفجير على مستديرة كسارة يسقط شهيدة وعشرة جرحى. هزة أمنية جديدة جاءت من بوابة زحلة وتحديدا من مستديرة كسارة، حيث انفجرت عبوة ناسفة زينتها 4 كيلوغرامات من مادة TNT بحسب تقدير الخبير العسكري، ومزودة بالمسامير لإلحاق أكبر عدد ممكن من الإصابات والأضرار. التفجير هذا تزامن ومرور حافلات متجهة إلى صور للمشاركة في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، إلا أن حركة أمل نفت أن تكون مستهدفة. العمل الإرهابي هذا أودى بحياة سيدة سورية اعتادت الوقوف عند هذه المستديرة لبيع الشوكولا والعلكة وعلب المحارم للمارة، وبحسب من عرفها فإنها تدعى صبرين، فقدت زوجها في الحرب السورية وتعيل 3 أطفال. ووفق ما يقول أحد الفتيان فإنه التقاها قبل يومين وحدثته عن حياتها، وأن أحد الأشخاص كان قد وعدها قبل فترة بتوفير مدرسة لأولادها ومسكن لهم، وأنها تمضي نهارها عند هذه المستديرة حتى ساعة متأخرة من الليل، وأن أحد الأفران القريبة يعطيها الخبز يوميا، كما اعتادت أن تسقي وردة نبتت في هذا الموقع. الضحية الثانية كانت حافلة سياحية تقل عددا من المواطنين القادمين من عكار إلى منتجعات البردوني للاستجمام، فسقط منهم جرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة. أنا كنت بزحلة بالأمن العام وجاية، قطعت الدوار مسافة تقريبا شي 10 أمتار وحسيت انفجار قوي والإزاز وقع علي بالسيارة، طلعت وراي لقيت في دخان أبيض. كنا جايين من بيروت نتغدى على البردوني وصلنا لهون على التقاطع، كان في سيارات قاطعة وناطر أنا دوري تقاطع، كان في مرة أخذ سيارة واقفة بتصور عم تشحت، كانت أول ما فتح السيارة قربت شي 2 أو 3 وفتحوا الأرباجات بالسيارة وصار الانفجار يعني. فعاليات المنطقة وضعت التفجير في إطار استهداف الاستقرار الداخلي، داعية المعنيين إلى إدراك حجم الخطر المحيط بالبلاد. مستنكر أنه شيء يحصل بهاليوم هذا اللي هو مفروض تبقى ذكرى لتوحيد اللبنانيين، هذا مستهدف الأمن والاستقرار في منطقة البقاع بالتحديد وفي لبنان بشكل عام. نحن يعني نتمنى أنه ما يكون هذا الانفجار بداية تفجيرات ممكن تطلع بالمنطقة. أنا بدي استنكر بشدة هالعمل الإرهابي يلي حصل، يلي هو بيضرب أمن واستقرار زحلة وبيضرب أمن واستقرار البقاع وبيضرب أمن واستقرار كل لبنان، ونحن لازم نتوحد كلنا بزحلة ونكون كلنا إيد وحدة ونتعاون مع القوى الأمنية والجيش لمكافحة ومحاربة الإرهاب يلي موجود وعم بيتغلغل فينا وين ما كان. القوى الأمنية ضربت طوقا أمنيا حول المكان وباشرت الشرطة العسكرية ومديرية الاستخبارات تحقيقاتها، فيما تركت أصداء الانفجار أثرها في البقاع، وبدا الأمر واضحا من خلال التدابير والتعزيزات التي اتخذها الجيش والقوى الأمنية على طول الطريق الممتد من شتورة حتى بلدات البقاع الشمالي. باسل العريضي، قناة الجديد. وجرح تفجير يروون لحظات الرعب التي عاشوها. هذه المسامير التي خرقت هياكل السيارات والوساط كان إرهابها أقوى على أجساد مواطنين أبرياء صودف مرورهم في مستديرة كسارة زحلة، فسقط منهم 10 جرحى تتراوح إصاباتهم بين الطفيفة والحرجة، 5 منهم نقلوا إلى مستشفى تلشيحة، حالة أحدهم حرجة، وفي مستشفى خوري حالتان طفيفتان، و3 حالات في اللبناني الفرنسي. كاميرا الجديد جالت على هذه المستشفيات. موجود بإيد أختي غادة اللي هو فات بكوع منها من كوع الشمال من هون حتى استقر تحت الباط تقريبا. هي صارت كرستها حد ميلة الانفجار بالضبط، اتضررت ميلة الشمال عندها هون جورة غميقة براسها، في شظايا بوجهها كله، كسر منخارها، عينها شوي فيها شظية. عندي بنت عمي جت من أستراليا اسمها خالدية شدياء، وعندنا واحدة تانية كمان من الضيعة، بس بنت عمي إصابتها شوي أقوى، إصابتها بعينها. جت من الزيز من البوسطة، كنا احنا بموجوز بدار الحرف وجايين رايحين على كسارة،
ونحن وصلنا على الرامبون هونيك صار ما حسينا الا الازاز نزل علينا دغري. انا ضربت ايدي عدينتي وبلش الدم ينزل وجابونا على المستشفى. استقبلنا 5 حالات بعد الانفجار اللي حصل بكسارة. في حاله مرضيه مدام فقدت عينها اليسرى اسمها خلود طعمه، وفي حال ثاني مهندس عنده جسم غريب بالركبه اليسرى، ومدام ثاني اسمها نزيهة شلهوب عندها كمان جسم غريب من نوع من البراغي بالكوع الايسر مع كسر، وخضعوا ثلاثتهم لعمليه، ومريضه ثاني كان عندها جرح بالاذن اليسرى ما في حاله، وحاله بانيك خوف كريز نيرفاز تم معالجتهم بقسم الطوارئ. جنب الانفجار ازاز السياره فقع عيون، وحده سنتور اثر شوي على صدرها عملها وجع صدر عملنا لها صوره ما في شيء، والثاني حست بتنميل بوجهها وجع برقبتها عملنا لها صوره كمان ما في شيء. يعني فينا نقول بس حالتين؟ حالتين بس، ايه نورمال ما في شيء. وقد أكد الطبيب الشرعي علي سلمان للجديد أن حالة الجرحى مستقرة، في حين أن جسماً غريباً وهو عبارة عن بعض المسامير أودى بحياة السيدة السورية. ليال بوموسى، قناة الجديد. في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، الرئيس نبيه بري يعلن أنه لم يثبت لدينا ولا لدى أي جهة أن حياة الإمام الصدر ورفيقيه قد انتهت. في كل مرة قال فيها رئيس حركة أمل الرئيس نبيه بري يا أبناء أمل، صاحت الجماهير التي تدفقت إلى مدينة صور بذكرى تغييب مؤسس حركة أمل الإمام موسى الصدر ورفيقيه. لذلك كان الحديث الأول عن قضية أبي المحرومين. لم يثبت لدينا ولا لدى أي جهة، لا في ليبيا بعد الثورة ولا في لبنان، لا رسمياً ولا بشكل غير رسمي، لا علناً ولا سراً، أن حياة أحد الأحبة الثلاثة قد انتهت. أيها الأعزاء، أقول أمام الله وأمامكم أن كل ما أشيع حول هذه القضية لا يمت إلى الحقيقة بصلة. بالنسبة لموضوع هنبعل القذافي، لا بد من تأكيد أن الموضوع محض قضائي وعدلي، وأردد ما قلته في العام الماضي في النبطية، لا تجربوني بقضية الإمام، ما تجربوني. سياسياً رأى بري أن العبور إلى الدولة يستدعي وقف الدلع السياسي ووقف اعتقاد كل فريق بأنه يملك القرار الوطني أو يملك الفيتو. أقول لكم بملء الفم باسم أبناء الإمام الصدر، لنوقف هذا العبث السياسي، لنلتزم الدستور، أوقفوا تعطيل المؤسسات. إنني بمواجهة القوى التي تواصل الانقلاب على مختلف العناوين السياسية أقول إذا اقتضى الأمر سنواجه ذلك بقوة الناس، ونقول للجميع اتعظوا مما يدور حولنا. ضرورة صياغة قانون جديد للانتخابات، أمر يتصل بلبنان غدا، إذ لا يجوز أن نستمر في شد لبنان إلى الخلف وإخضاعه لقوانين أكل الدهر عليها وشرب. والنسبية هي الدواء لدائنا الوطني. إن إنجاز الاستحقاق الرئاسي يحصل في حال التوافق على ما بعد الرئاسة، إذ أن الرئاسة وحدها برأيي لا تكفي اللبنانيين شر الاختلاف والخلاف. وفي الشؤون المعيشية والاقتصادية أوضح بري أنه لاستخراج ما يسد ديوننا يجب أن نمشي إلى الأمام بملف النفط، مطالبا بضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإيجاد فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن الحفاظ على بيئة لبنان تتطلب اتخاذ إجراءات لمنع التفجيرات لمصلحة الكسرات وإقفالها من دون استثناء، ولا يمكن غض الطرف عن جريمة اغتيال الأنهر بدءا من الليطاني وتحويل مجاري الأنهر إلى مكبات للنفايات وتحويل المياه المبتذلة لمجاريها. إنني أجدد المطالبة بالاستثمار على الجيش وعلى افتتاح اكتتاب وطني في المصرف المركزي لصالح الجيش، ودعوة لبنان المقيم والمغترب والمصارف، التبرع لتسليح الجيش وزيادة عديده، إذ لا يمكننا
الاستمرار بالتسول واستجداء الدعم للجيش والقوى الأمنية على قارعة العالم وإخضاعه وعقيدته القتالية لأي شروط. وبخصوص سوريا، رأى بري أن ليس هناك حل سوى الحل السياسي لهذه المؤامرة الإجرامية ضد وحدة سوريا. كانت خطوات الإمام السيد موسى الصدر لافتة تجاه المسيحيين في الشرق، لعل هذا الحادث بسيط لكنه ترك أثرا كبيرا. فعندما شكى بائع البوذة من طائفة المسيحية في سور فتوى أصدرها أحد رجال الدين الشيعة تحرم أكل المسلمين البوذة من متاجر المسيحيين، قصد الإمام الصدر ذلك البائع بعد صلاة الجمعة ودعا المصلين إلى أكل البوذة من عنده، فانتشر الخبر بين الناس محطما بذلك كل الفتاوى. نقسم بجمال لبنان وجباله، بجنوبه وشرقه وشماله، نقسم بدماء الشهداء بدموع الأيتام. هو من أقسم بأغلى ما يمكن أن يملكه الإنسان، حمل في قلبه كما هائلا من العطف على المستضعفين والمحرومين. ومن عاصر الإمام المغيب موسى الصدر أو سمع خطاباته عرف أنه شرع أبواب الحوار مع شركائه في الوطن على مصراعيه، يوم بدأ اعتصامه متعبداً صائماً رافضاً استمرار الحرب الأهلية، وتوجه إلى القرى المسيحية في البقاع لفك الحصار عنها. إنني أقول لكم أخيراً أن كل طلقة تطلق على دير الأحمر أو القاع أو شليفة إنما تطلق على بيتي وعلى قلبي وعلى أولادي. كاتدرائية سان لويس الكبوشية في وسط بيروت كانت شاهداً على نهج الإمام الصدر في العيش الإسلامي المسيحي، حين لبى دعوتها وألقى خطاباً من على مذبحها داعياً إلى وأد الفتنة الطائفية. وفي هذه الساعة في الكنيسة في أيام الصيام خلال موعظة دينية وبدعوة من المسؤولين الملتزمين، أجد نفسي في وسط الطريق إلى جانبكم، أجد نفسي واعظاً ومتعظاً. وقوف الإمام الصدر على هذا المذبح كان خير دليل على تقدير المسيحيين لفكره وترحيبهم به في عقر دارهم. والإمام الصدر كان عم يشتغل إلى سلام، لذلك الأمر دائماً هالكنيسة هيدي والكاتدرائية كانت عم يشتغل بعدها وما زالت إلى السلام، سلام بالمنطقة وسلام في العالم أجمع، مثل ما قلنا إلى خدمة الإنسان، خدمة الإنسان هون وخاصة خدمة الإنسان اللي أكثر شيء محتاج إلى غيره لحتى نكون نحن حده. والإمام الصدر كان ضمن هالإطار، من هيك دعية إلى أن يلقي خطبته لهون لحتى كنقطة شهادة إلى أنه هل تقارب بين وجهات النظر اللي احنا عم نشتغلها. الإمام أبو الأحرار الذي لطالما حذر من خطر التقسيم أتقن لغة الحب، هذه اللغة السهلة الممتنعة التي قد لا يتقنها إلا من كان من صانعي السلام في عالم لا يعرف سوى إنتاج القمع والقتل والتغييب. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. سلة رفع النفايات المتكاملة تعرقل عمل لجنة المال والموازنة، وعلى البلديات والاتحادات أن تنشئ معامل فرز خاصة بها في حدود سنة. بالخطة المشروع بالتوازن بين مطمر برش حمود ومطمر جديد، ما حدا يتفلسف وما حدا يلاقي أعذار أنه روحوا يصطفلوا ببرش حمود. حرب مطمري جديدة وبرج حمود وهواجس الفترة الانتقالية وعدم تطبيق خطة الحكومة بحذافيرها أسباب أدت إلى عرقلة رفع النفايات المتراكمة في المتن وكسروان، والطشناق انسحب إلى أن تعود الحكومة إلى تطبيق خطتها. كان قرار بلدية برج حمود وحزب الطشناق قبل 8 أشهر تسهيل مهمة الدولة، تسهيل مهمة الحكومة يلي كانت على وشك الاستقالة، والرئيس تمام السلام كان محضر كتاب الاستقالة
ونحن فتنا بالحل وحبينا نكون جزء من الحل، بس الشرط الأول هو كان إزالة جبل النفايات. بلشوا يحكوا خليها برش حمود بالعربي المشبرح تصطفل بحالها وما حدا يجي صوبنا، لا، خلي كل منطقة تتحمل مسؤولياتها، كل منطقة تتحمل نفاياتها، ونحن ما لنا داخل بالموضوع. من اليوم ورايح لا مطمر ولا جبل نفايات ولا تخزين نفايات ببرش حمود. ساعة اللي بيرجعوا لقرار الحكومة وتطبيق قرار الحكومة بكل حزافيرة، نحن وقتها نتحمل المسؤولية. لجنة المال والموازنة الاستثنائية هذه ضمت المعنيين إضافة إلى خبراء بيئيين وبلديات واتحادات بلدية، أبدوا استعدادهم لتطبيق اللامركزية في حدود سنة، وإلى ذلك الحين تنشأ هيئة تنسيق وإشراف ورقابة لمتابعة تطوير اللامركزية ومراقبة الفترة الانتقالية، أما البدء برفع النفايات فمشروط ويأتي ضمن سلة متكاملة. تحسين شروط خطة الحكومة والرقابة عليها هذا أمر اتفقنا عليه وضروري يتنفذ. رفع مستوى إمكانيات المعامل يلي موجودة تحت، لأنه إذا بدنا نضلنا على 300 طن و 400 طن وعم نستقبل ما ينتج عن 1200 يعني 700 و800 ما بيمشي الحال، بكون الفرز ما أنه عم بتم بشكل صحيح ووفقا لسقف اللي حطوه بمجلس الوزراء. وضع دراسة أثر بيئي للمشروع التي أيضا مثل ما فهمنا أصبحت بمرحلتها النهائية. الحدة في النقاش والاتهامات المتبادلة كانت سيدة الموقف. أجوب رافض تخزين ورافض تأديل المشروع بمعنى أن يكون في مطمرين، هو في مطمر أو في مطمر ببرش حمود وفي مطمر بجديدة، وجزء من النفاية بتروحون وجزء من النفاية سامي كان عم بيجرب يلغي المطمر. الأزمة ما زالت على ثوابتها والقمامة لن ترفع عن الشوارع، فهل يكون ملف النفايات عامل تفجير للساحة السياسية؟ رواندا بوخزام، قناة الجديد. الليطاني أطول الأنهر اللبنانية تبلغ قدرته المائية تقريبا 750 مليون متر مكعب سنويا، وقد أقيمت عليه المشاريع والدراسات للاستفادة منه في إنتاج الطاقة الكهرومائية وأرواء البقاع والجنوب والساحل، لكنها بقيت دون المطلوب إلى أن جاء التلوث فزاد الطين بلة. الليطاني اليوم ينتظر نتائج الدراسة التي شارفت على نهايتها. أزمة تلوث نهر الليطاني لا تزال تتفاعل، والدراسة الأخيرة للخبير البيئي ناجي قداح المكلف من النيابة العامة البيئية في الجنوب لا تبشر بالخير. نحن اليوم أمام كارثة بيئية ولسنا أمام ثروة مائية. نحن عندنا بحيرة ملوثة عالية التلوث، عندنا نهر مفكك مقطع أوصاله، مقطع من كل مجرى، ما في عنده مجرى متكامل بما فيها الجزء الجنوبي منه. بعد الحملة الإعلامية الكبيرة وتحرك الحملة الوطنية لحماية الليطاني، اتخذ قرار قضى بإقفال جميع المرامل على ضفاف النهر، خطوة حدت من المشكلة بحسب فحوص محطة مياه الطيبة. طبعا بشكل واضح، يعني أنا أول ما طرحت الموضوع كان نسبة التلوث الرمون 97%. اليوم يعني هذا الأسبوع ما أخذتش، بس الأسبوع الماضي مثلا قبل تنظيف النهر على محطة الطيبة كان 16%. 16% فينا بعدها شوية عالي بس طبيعية. وفي متابعة لأسباب التلوث، استدعت النيابة العامة المالية جميع البلديات المحاذية للنهر في منطقة البقاع، وأمهلها القاضي علي إبراهيم مدة شهر لحل الأزمة الناشئة عن تحويل الصرف الصحي نحو النهر. يعني هون اختيار البلديات كأضعف حلقة وتحميلها كل المسؤولية وحشرة في الزاوية انه خلال شهر لازم تشوية تعالج خلال شهر. انا بسأله لمعالي المدعي العام المالي شو المطلوب منا ان تعالج خلال شهر، فيفهمنا او حدا فيفهمنا. خليها نسأل، في عندي 5 وزارات انا مسؤولة وفق صلاحياتها وفق القوانين عن حماية النهر: وزارة الطاقة والمياه، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة الأشغال العامة، وزارة الصناعة، إضافة للمحافظين والبلديات اللي هن وزارة الداخلية ووزارة البيئة طبعا.
للبلديات دور كبير في معالجة المشكلة على الرغم من مسؤولية الوزارات المعنية أيضا، وهو ما دفع بلديات ضفاف الليطاني على الاستعداد لتنظيف النهر بمجهود محلي. إذا قدرنا نجمع كل البلديات، يعني خلينا نعمل مثل أخوات شناي، نجمع كل البلديات من بحيرة الأرعون إلى صور، كل بلدية عندها نطاق عقاري على النهر، نعمل يوم وطني للليطاني وكل بلدية تنزل الكشاف والمتطوعين وأجهزتها لتنظيف هالكيلومتر، هالتنين كيلومتر اللي هن جزء من الطاقة العقاري، منكون عم ننظف النهر من القرعون إلى صور. وفي هذا الاجتماع من المفترض هالبلديات وأصحاب المنتزهات، أصحاب المنتزهات اللي كلهم حاطين مجاريرهم على النهر، كلهم هو المفترض نوقفهم ونرجع للحلول التقليدية بانتظار أن ننشئ الجوار الصحية. والجوار الصحية لأنه الأسبوع الماضي زرنا نبيل الجسر وطرحنا معه الموضوع لحتى نقدر نحكي شيء علمي، فكمان رح نتعاون معهم لحتى ناخذ مواصفات جوار صحية علمية. قرار البلديات تنظيف النهر يعد خطوة على طريق الحل، إضافة إلى قرار المدعي العام المالي الذي أمهل البلديات شهراً لمعالجة المشكلة. ولكن الخطوة الأهم أن يحاسب الشعب والقضاء الوزارات المعنية المسؤولة عن احتلال النهر بالجراثيم والرمال. اللبناني فهلوي مقطع موصل، كيف ما زتيته بيجي واقف، مش دايماً فهلوي. ايه فهلوي، بهلوي شعب اللبناني ابعد ما يكون عن الفلهوي. غبي، بس اللبناني فهره لانه هو انترناشونال. غبي، انا ابني هيك، ايه كان سبيك فرنش بخوا ابو فتسا، كان سبيك طريقه جديده، يعني هذا طاريس اجل لك، كان سبيك شياح. مرت تشوفني انا تقوصني، انا بظن حاله فهلوي بس هو لا. فهلوي، فقره اسبوعيه ضمن نشره الاخبار. الزواج المدني مصطلح تعرفه أو نعرفه قدر ما نجهله، وفهلوي يتدخل. الزواج المدني غير مقبول. الزواج المدني شغلة معقدة جدا. صدر قانون الزواج المدني الاختياري، عم يقولوا أنه نحن بدنا الزواج المدني. الزواج المدني ما مش خطوة واحدة. الزواج المدني مؤامرة بده يضربوا من خلالها قيمنا الأخلاقية وروابطنا الأسرية والعهد المقدس والدين الحنيف ليروجوا لشذوذهم الأخلاق. بس الغريب أنه السياسيين يعني بيحكوا بالمنيح عن الزواج المدني. شو فكرهم معنا تعرف الزواج المدني؟ تعرف شو يعني الزواج المدني؟ حرية شخصية، ما بيتجوزوا بالكنيسة. لا أنا ضد. يعني هذا تعريس أجلك شيء كتير منيح. لا 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 لا، أنا بحب الكنيسة، أعوذ بالله. أحد أساليب الخدع والبدع. لا، اللي بيتجوز مدني فهو إنسان كتير فهمان. ما هو لا، مشان هيك لا، البارات أهون منه. أحلى شيء بهالدنيا نعمل. مش حرام بحرام. مسيحية أنا. نحن مسيحية ما كتير نهتم فيها دلوقتي. أكيد ضده، يعني بيكتبوا كتاب مش عشان حقوقه ينضمنوا وحقوقه هو كمان. كيف الأمريكان؟ البارات أهون. إنه حرام ما بجوز. بتسمع بالايام الزيتوني؟ انا ضد هالشيء. انا يعني هلا اذا انت لا سمح الله عندك اخ، هلا جواز مدني حلو، وانا اجيت شنقلت لك اياه ورحت اخذته وزوجته وجواز مدني، هل انت بترضى؟ يعني ساعة بدك بتطلق وساعة بدك تترك، والساعه بخمسة جنيه والحسابه بتحسي، تفرط العائله، ساعة بدك ترجع على البيت ساعة بدك ما بترجع. حلو الانسان يطبق الشرع والدين، بس بدها هي بتتركه، بس بده هو بيتركه. ما بالنهايه عيسى يعانق محمدا وفاطمه طلال ابو حد مريم. بلبنان بس تقول زواج مدني يعني إسلام ومسيحية وقبرص مش بعيد. بس مش هيدي حكاية الزواج المدني. بالزواج المدني في اثنين يكونوا من نفس الدين أو من غير دين ويقدروا يتزوجوا مدني، يعني مش شرط حدا يكون مسلم وحدا مسيحي. كيف؟ الزواج المدني هو عقد بين شريكين بيتم بحضور شاهدين وممثل عن السلطة المدنية، قاضي، كاتب عدل أو الموظف المسؤول بالبلدية، وهول يلي بيسجلوا عقد الزواج بالسجلات الرسمية. هل هذا بيعني إنه الزواج المدني مخالف للشرائع الدينية؟ من حيث المبدأ فيك تروح تتزوج عند شيخ أو خوري قبل أو بعد ما تسجل زواجك مدنياً، ما في شيء بيمنعك طالما أنه عقد الزواج رح يتسجل بسجلات الدولة بحسب القانون المدني مش الديني. والقانون المدني للزواج بيختلف من بلد لتاني نسبياً، بس بيبقى ثابت فيه احترام الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وخصوص المرأة وضرورة تحديد سن الزواج،
يعني مثلا بالقوانين المدنية ممنوع تعدد الزوجات ولا الأزواج، أما إذا ارتكب أحد الشريكين فعل الخيانة فالقصة ما بتنتهي بس بالطلاق لأنه فيها خربان بيوت. غير هيك إذا قرر الشريكين الطلاق لغير أسباب فكل شيء طلعوه بعد الزواج بيتقسموا بالنص، إلا إذا كان اتفاقهم غير هيك وقت تزوجوا. طب شو بيختلف الزواج الديني عن المدني؟ بكل بساطة بالديني موافقة السلطة الدينية شرط لتسجيل الزواج، أما بالمدني فلا. يعني خوري أو الشيخ مش بس ببارك الزواج، هو كمان يلي بيسجلوا بالسجلات الرسمية عبر المحاكم الروحية، وهيك الزواج بيتنظم بحسب القانون الخاص لكل طائفة. كرمال هيك مثلا بلبنان عند معظم الطوائف الإسلامية مسموح لبنت عمرها 9 سنين تتزوج، بس مش مسموح لأنثى شو ما كان عمرها تتزوج من غير مسلم. أما عند المذهب الماروني من المسيحيين فالطلاق ممنوع بين المتزوجين إلا بموافقة خاصة من الفاتيكان. بمعظم دول العالم الزواج المدني الإلزامي هو المعتمد، أما الزواج الديني الإلزامي فمعتمد بدول الشرق الأوسط بأندونيسيا وبالدول الإسلامية بآسيا وشمال إفريقيا ما عدا تونس. لبنان فشلت كل المحاولات لإقرار زواج مدني اختياري، يعني للي بحب، علما أنه الدولة بتسجل الزيجات المدنية اللي بتصير برات لبنان. مؤخرا سجل 13 زواج مدني على الأراضي اللبنانية بعد ما شطب الشريكين طائفتهم من السجلات بموجب الحق يلي بنص عليه الدستور والقانون. بس هذا الموضوع خلق إشكالات عن زيجات مدنية أخرى تمت بنفس الطريقة لما جاوبهم وزير الداخلية الحالي. يعني أبرز منا بعيدي. أهلا بكم من جديد. سليمان يجدد الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية سريعا ويرى أن الفراغ سبب الأزمة في البلاد. مستذكرا صفات السيد موسى الصدر في الدفاع عن المحرومين، لفت الرئيس ميشيل سليمان إلى الحرمان الذي يعيشه المسيحيون منذ قطع رأس الميثاقية وغياب الديمقراطية بالإشارة إلى الفراغ الرئاسي، ودعا في خلال اجتماع كتلته جميع القوى إلى العودة للنقطة الأساسية التي تتسبب بتراكم الأزمات وتدخل البلاد في مخاطر يمكن تجنبها في حال غلبت هذه القوى المصلحة الوطنية على الخاصة، مشددا على ضرورة أخذ العبر ولبنانة الخيارات والنزول فورا إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية. ولفت سليمان إلى أن الإخلال بالأمن أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه، وتطرق الاجتماع إلى التعيينات العسكرية. أعتقد أنه هلأ الجلسة بكرة ما في جلسة، الجلسة بتكون بثمان الشهر. إذا كان هناك من تعيين لقائد الجديد للجيش، أنه وزير الدفاع وفقا للأصول بيجي بيعرض عدة أسماء، 3 أسماء من الضباط الموارنة والذين عندهم أركان بالجيش لأنه بده يكون ركن. وكان سليمان قد عرض الأوضاع السياسية على الوزير والنائب السابق فريد هيكل الخازن الذي أشار إلى عدم جواز إجراء أي استحقاق دستوري أو أي إجراء سياسي كبير قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ولا يجوز إلا إذا كان هناك قانون الكل مجمع عليه، وبالتأكيد لن نقبل بتعيين قائد للجيش لأن رئيس الجمهورية هو الممثل الأساسي، بتأسف إني أقول هالكلام، ولكن رئيس الجمهورية هو الممثل الأساسي والرئيسي للمسيحيين في لبنان، وهو بصلاحياته رئيس المجلس الأعلى للدفاع وقائد القوى، القائد الأعلى للقوى المسلحة. هل يجوز تعيين قائد للجيش من دون رأي رئيس الجمهورية؟ هل يجوز إقرار قانون انتخابي بالتصويت؟ وين حق رئيس الجمهورية برد قانون الانتخاب وبإعادة التصويت عليه وبإعادة درسه؟ واستقبل سليمان أيضا الوزير السابق إبراهيم الظاهر وسفير الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد سعيد الشامسي ووفدا من حزب 10452 برئاسة رولا مراد. ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها التيار الوطني الحر إلى المجلس الدستوري طاعنا، فالمرة الأولى كانت في التمديد الأول للمجلس النيابي عام 2013، لكن المجلس لم يأخذ بالطعن، وهو ما حدث أيضا في التمديد الثاني عام 2015، فهل تكون الثالثة ثابتة؟ لم تنتهي مفاعيل تغيب وزراء تكتل التغيير والإصلاح عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، فالتكتل البرتقالي ينتظر ما إذا كانت الحكومة ستقر البنود من دون توقيع الوزراء المقاطعين ليبنى على الشيء مقتضاه. بدنا يصير في طعن بالمراسيم إذا صدرت، إذا وقعت بدون توقيع التيار الوطني الحر المراسيم اللي صارت آخر مرة لسبب أساسي من ضمن الأسباب فقدان الميثاقية،
والعملية مش إنه والله الوزراء المسيحيين اللي حضروا أقل مسيحية، لا، ما حدا عم يطعن بمسيحيته الله سمح الله. أكثرية المسيحيين اليوم ممثلين سياسيا بالتيار الوطني الحر، قوة لبنانية اللي غايبة أساسا عن الحكومة، والكتائب اللي استقالوا. هل بتقول الحكومة والفريق السياسي الآخر بتجوا أهلا وسهلا وبتجوا مشي بالبلد بدونكم؟ أنا من القائلين أنه لا يكون في توقيع رئيس الجمهورية أو ما يقوم مقام توقيع الجمهورية، بدك مجلس وزراء بالإجماع. الوزير قردباوي الذي يؤكد قانونية الطعن في غياب مكون أساسي في الحكومة يرى أن النهج الذي أقصى الجنرال عون 15 عاما لا يزال مستمرا. يا أخوان، ما بيصير تكفوا بهالشكل. يعني بالتسعين للألفين وخمسة كان أنه والله السوري هو بيفرض، من 2005 لليوم عم نلاقي انه في كتير ناس انبسطت بالطريقه السوريه وعم تستعملها. وضع يد، نحن منقرر وانتم بتمشوا، ما بتمشوا اصطفلوا. فاذا عم نجرب نقول كفى ضربا للميثاقيه، كلنا البلد بيسعنا، بس كل فريق بده يحترم الفريق الاخر، والا صرنا كلنا عم نضرب ما يسمى لبنان. لا يرى ابناء التيار انهم يفاقمون المشكله بتصعيد المواجهه، بل يؤكدون أنهم يبحثون عن تثبيت القوانين على ذلك يحفظ ما تبقى من دولة. حسان الرفاعي، قناة الجديد. أحالت مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني على القضاء المختص السوري ياسر محمد لمحمد لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ومشاركته في القتال ضمن صفوفه، مع الإشارة إلى أن الإرهابي الموقوف بحسب مصادر عسكرية قد أقدم في أوقات سابقة في مدينة الرقة السورية على ذبح أحد الأشخاص والمشاركة في إعدام ثلاثة آخرين رميا بالرصاص وإلقاء شخص من على سطح أحد المباني. اختراعان لشاب في بلدة إردا قضاء أصغرته. لا داعي إلى شراء بطاريات بعد اليوم، بعدما توصل الشاب توني ملحم مقبل ابن 18 عاما من بلدة إردي قضاء صغرتا إلى اختراع جهاز لتعبئة البطاريات بعد إفراغها. هلا أنا هالعلبة أنا عملتها، فكرت شوي وهيك قدرت أوصل لها العلبة. تقدر تشارجون تحط كهرباء فيه 1.6 و1.5، وشراجة لحديتها 40 بطارية ولا وحدة يا فقعت أو نزل منها مواد أو شيء. عدا تعبئة البطاريات، توصل توني إلى اختراع كاشف لمنسوب المياه في خزانات المياه. هذا الاختراع مثل ما قلنا رح يسهل كثير على الناس، منه تما يضل يتعذبوا يطلعوا يفتحوا مثلا خزانات، ولو هيك اشياء احسن ما الناس تتعذب. مثلا واحد بيته بسادس طابق وبده يطلع لفوق من اول طابق بصير مشوار بعيد. قديش في بالخزانات بتقلك؟ اللو اللي بيكون فيه ربعون، ميديوم بيكون فيه نصون، ربع فوق الربع بشوي تحته وهيك شيء. هوني في مثل بالونات هني بيقدروا يفحصوا، هني اللي بيخلوا الشاشه تقرا مستوى المي. بيضلوا بقابضته بغرفته على طول عم يشتغل بشو بده يخترع شيء جديد، بحب كثير الاشياء الدقيقه، التكنولوجيا كثير كثير بحبها، غرامه بحسها عنده. توني طاقه ناشئه في بلد يعجز عن استثمار طاقاته، على شاحن هذا الشاب الواعد يملا بطاريات السلطه الفارغه. أهلا بكم من جديد، وننتقل مباشرة إلى المنيا في عكار، حيث زميل شادي خليفة يواصل يعني جولاته على امتداد الوطن لتغطية المهرجانات التي يعني تخلي لبنان شوي بحالة فرح وسط كل الأحزان اللي عم نعيشها. مساء الخير شادي. مساء الخير سمر. يعني بالفعل من بعد ما جلنا خلال فصل الصيف على كل المهرجانات بكل المناطق اللبنانية، ما فينا ما نعطي كمان الشمال يلي هي تاني أكبر مدينة من بعد بيروت أيضا كمان حقها، وبالتالي نعكس يلي عم بيصير هون الليلة. بالفعل مهرجان جميل جدا، بدنا نفرجي بأنه هاي المدينة يلي لفترة طويلة كانت يمكن صبغت
بأنه فيها مشاكل أمنية كتير كبيرة، بأنه فيها وضع اقتصادي سيء جدا، فيها اليوم ناس بهالمهرجان مهرجان المنية بدهم يفرحوا وبدهم ينبسطوا وبدهم يخلعوا عباءة الوضع الأمني السيء، خصوصا بأنه في أصوات كانت رافضة لأنه تقام حفلات غنائية، أصوات متشددة، ولكن رغم هالشي أبو أهالي هالمنطقة إلا أنهم يعكسوا جو من الفرح، إن كان موسيقى، مسرحيات كوميدية وحتى كمان حفلة فنية اليوم بيحيها ابن المنطقة الفنان والنجم العربي وليد توفيق اللي رح ينضم لنا مباشرة على الهواء قبل ما يبتدي بحفله لليلة، والجمهور عم بيرحب فيه. استاذ وليد اهلا وسهلا فيك، يعني ليله عم بتطل على اولاد منطقتك، خبرنا شو هي الرساله اللي بدك توصلها، خصوصا بانه هالمنطقه شهدت اوضاع امنيه سيئه جدا، وضع اقتصادي سيء. اكيد بدنا نزرع الفرح والبسمه مثل ما عم ينزرع بكل مدينه، بالقبيات، بصغرتا، باهدن، كمان عكار والمنيه بيستاهلوا انه البلديه مشكورين اهتموا بالموضوع، وانا لبيت الندى لاهل بلدي، وانا بلدي كل لبنان مش بس المنيا، لكن المنيا والشمال شوي في تقصير كان كثير بالحفلات والمهرجان. هدفنا نفرح المنطقه ونعطي الصوره الحقيقيه للمنيا ولصغرتا ولاهدي، انه العكار الحبيبه وشعبنا الحبيب، انه لا مش الصوره اللي بيرسموها دائما، بالعكس صوره مشرقه ثقافيه فنيه. اتمنى من كل قلبي اليوم، انا هلا مشكور بدي وجه تحيه لنيو تي في انكم اقتحمتوا وطلعت على المسرح حتى قبل ما اجهز حالي. استاذ وليد، كمان كان في بعض الاصوات يلي هي رافضه بانه يكون في هالجو، الحفلات، الموسيقى، الغناء بالمنطقه، ورغم هيك اقيم المهرجان، شو بتقول للناس يلي بيعارضوا هالنوع من الفن بهيدي المنطقه؟ اكيد هذا لبنان، نحن ببلد ديمقراطي، من حقهم يعارضوا يقول اللي بدهم اياه، ومن حق كمان التانيين يقولوا اللي بدهم اياه. نحن مع الوسطيه دائما، مش مع التعصب، مش مع الاشياء اللي ما تعودنا عليها، بس انا بحترم رايهم، بحترم الناس كلها، نحن مش غرب عن طرابلس، انا والدي جوا الرسول 7 سنين واهلنا كلهم، لكن الفرح مش محروم لا بالدين الاسلامي ولا المسيحي ولا اي دين بالعالم. حفله عائلات من اهم العائلات واهم الناس قاعدين، وحفلة إن شاء الله بتكون حفلة حلوة. السؤال الأخير، أنت دائما بتوجه نداء لكل رجال الأعمال بأنه يجوا ويستثمروا بهاي المنطقة كرمال ينعشوها اقتصاديا، لأنه أهالي الشمال يعانون من فقر وبطالة. قلت معك، أنا الشمال غني كتير، غني بأرضه، غني بثقافته، بفنه، حتى برجال الأعمال، وماديا لبنان والشمال بالذات. أتمنى من كل رجال الأعمال مثل ما قلت أخي أنه يهتموا شوي بالشمال، لأنه الشمال هو على القلب، والقلب هو النبض. وانا وقت بقول الشمال وطرابلس انا دغري بحكي عن اهدن وعن صغرتا وعن شكه وعن الكوره، عن كل الشمال، لانه القلب من غير شرايين لا ينبض، وطرابلس من غير هالشرايين اللي بنحبها، اللي انا ربيت فيها بكنايسها، بجوامعها، بكل حفلاتها، بكل مجتمعنا، هي اللي بتنعش المنطقه. واهلا وسهلا فيكم ان شاء الله يا رب. انا بشكرك جايتك اليوم، غاليين كثير نيو تي في، لنضوي على هالبلد الحلو وعلى هالناس الطيبين. اذا شكرا استاذ وليد. اذا سمر، نحن موجودين بقلعه المنيه، وبالفعل الجو جميل جدا، ورغم الاصوات يلي نادت بانه لا تقام هي المهرجان او هي الحفله، ولكن بالفعل الناس رح يفرحوا بعد شوي مع الفنان وليد توفيق ابن هيدي المنطقه. بنرجع لعندك سمر. شكرا لك شادي خليفه على هالمواكبه، وان شاء الله طبعا بتكون حفله موفقه. تركيا تواصل عملياتها ضد الأكراد شمالية سوريا، وترفض الامتثال للمناشدات الدولية الداعية إلى وقفها وتصويبها نحو تنظيم دولة داعش فقط. رفضت أنقرة وقف إطلاق النار على الأكراد في شمال سوريا، نافية بذلك تقارير أمريكية تحدثت عن إبرامها هدنة مع المقاتلين الأكراد في سوريا. وأكدت على لسان رئيس حكومتها بن علي يلدرم استمرار التوغل العسكري التركي في سوريا إلى حين زوال جميع التهديدات وضمان الأمن الوطني، في إشارة إلى تنظيم داعش والميليشيات الكردية. وأكد يلدرم بعد قيادته رحلة تجريبية لمترو في أنقرة أن عملية درع الفرات ستستمر إلى أن يجري دحر جميع العناصر الإرهابية.
الهدف الأساسي لعملية درع الفرات هو تأمين حدود تركيا الجنوبية وإزالة التهديدات التي تشكل خطراً على حدودنا. قتل لغاية اليوم 21 مواطناً تركياً بسبب القذائف التي سقطت على المناطق الحدودية التركية التي أطلقتها تنظيمات داعش والأكراد الإرهابية. الولايات المتحدة وعدت المسؤولين الأتراك بأن عناصر التنظيمات الكردية سيعودون إلى شرقي الفرات، ونحن ننتظر الوفاء بهذه الوعود. المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين نفى عقد بلاده أي اتفاق مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الإرهابي الذراع السوري لمنظمة PKK، وذلك ردا على تصريحات عدد من المسؤولين الغربيين في هذا الإطار. درع الفرات ليس ضد أكراد سوريا، تركيا ليس لديها مشكلات مع أكراد سوريا وليس لديها مشكلات مع الأكراد على أراضيها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أكراد العراق وإيران وسائر أرجاء العالم. لدى تركيا مشكلات مع منظمة PKK الإرهابية وسائر التنظيمات المماثلة. الرفض التركي لوقف استهداف الأكراد أثار حفيظة الجارة إيران، فأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عن قلقه من استمرار الانتشار العسكري التركي في الأراضي السورية، معتبرا أنه على الرغم من الثبات على مبدأ مكافحة الإرهاب وبذل الجهود للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي، إلا أن ذلك لا يبرر انتهاك وحدة الأراضي السورية والقيام بعمليات عسكرية من دون تنسيق مع الحكومة المركزية. وأبدت واشنطن كذلك قلقها من توغل تركيا في شمالي سوريا لدعم الجيش الحر تحت مسمى عملية درع الفرات. بعد مقتل أبو محمد العدناني في غارة جوية على حلب، أبو بكر البغدادي آخر قيادات التنظيم المتبقية. في تطور أمني جديد على ساحة الحرب السورية، قالت وزارة الدفاع الروسية أن المتحدث باسم تنظيم داعش المعروف بأبو محمد العدناني قد قتل في غارة روسية على مدينة حلب السورية، وذلك بعد ساعات من تصريح أدلى به مسؤول أمريكي قال أن العدناني قتل بضربة شنتها طائرات التحالف الدولي. وكان التنظيم قد أعلن في بيان الثلاثاء مقتل المتحدث باسمه أبو محمد العدناني في أثناء تفقده العمليات العسكرية في حلب من دون أن يوضح كيفية مقتله، وتوعد التنظيم بالثأر لمقتل قائده. ويعد العدناني من أكثر الشخصيات نفوذا في تنظيم الدولة الإسلامية، وعلى عكس كثيرين لم يكن خفي الوجه، ويعد مسؤولا عن أهم العمليات التي نفذها التنظيم خارج مناطق انتشاره في العراق وسوريا، لا سيما الهجمات الأخيرة في تركيا وأوروبا، ويعد أيضا المسؤول الأول عن العمليات الخارجية للتنظيم وأحد أبرز من أشرفوا على عمليات الدعاية ونشر التسجيلات التحريضية والهادفة إلى تجنيد المقاتلين. وكشفت الاستخبارات الأمريكية أن اعتداءات باريس التي وقعت في 13 من تشرين الثاني 2015 وتفجيرات برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية خضعت لإشراف أبو محمد العدناني. ولد العدناني في بلدة بنش بمحافظة إدلب شمالية سوريا، وهو من مواليد عام 77، واسمه الحقيقي طه صبحي فلاحة. بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 التحق العدناني بتنظيم القاعدة بأمرة أبو مصعب الزرقاوي تحت مسمى دولة العراق الإسلامية، وصنفته واشنطن إرهابيا عالميا، وكان واحدا من أوائل المقاتلين الأجانب الذين حاربوا القوات الأمريكية في العراق بعد الغزو. قبض عليه وسجن في العراق ما بين عامي 2005 و2010، وفي السجن التقى للمرة الأولى أبو بكر البغدادي. في أيلول عام 2014 كان العدناني أول من أعلن فتوى تأسيس ما يعرف بالدولة الإسلامية. رصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار في مقابل أي معلومات تفضي إلى قتله أو القبض عليه. وفي كانون الثاني من هذا العام جرح العدناني في غارة جوية على محافظة الأنبار، لينتقل بعد ذلك إلى محافظة الموصل، على أن مطاردة العدناني نجحت أخيرا بعد استهدافه بغارة جوية في بلدة الباب قرب مدينة حلب. وبمقتله يكون العدناني ثالث شخصية كبيرة في صفوف قيادة التنظيم تقتل هذا العام. دول العالم تجتمع في الصين في قمة محورها سوريا. أطلب الحل لسوريا ولو في الصين، هذا ما ينطبق على قمة مجموعة العشرين التي تعقد الأحد في مدينة هانغتشو الصينية، وشعارها بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل. جدول أعمالها في الظاهر اقتصادي، أما ما يهيمن عليه فهو الأزمة السورية. واللافت في القمة عدد الدول المشاركة، وهي أمريكا وروسيا وفرنسا وتركيا والأرجنتين والبرازيل وأندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وجنوب أفريقيا وتشاد وكازاخستان ولاوس والسنغال،
إضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء أستراليا وكندا والهند وإيطاليا واليابان وبريطانيا وسنغافورة وإسبانيا وتايلند والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية. جميعهم سيحضرون، وفي سلم أولوياتهم الأحداث في سوريا وتبعاتها على المنطقة برمتها. لم يستطع أي بلد أن يجمع هذا العدد من رؤساء الدول إلا الصين، حتى بات من انتهى دور بلاده كفرانسوا أولاند يقدم المقترحات لسد الفجوة بين إيران ودول الخليج، وهو عرض نفسه كوسيط لهذه الغاية بعد التقارب الإيراني التركي الروسي الذي بدأت ملامحه تكتمل كي يحجز لبلاده مكانا في أي توافق دولي محتمل في الأيام المقبلة. الحلم الكردي في دولة مستقلة يتلاشى بسبب الخيانة الأمريكية. يعيش الأكراد سواء في العراق أو في سوريا هاجس تخلي الأمريكي عنهم ليعيد التاريخ نفسه عندما تخلى أصدقائهم البريطانيون والفرنسيون عنهم عام 20، وهم الذين وعدوا قائدهم آنذاك في العراق مصطفى البرزاني بدولة مستقلة من خلال معاهدة سيفر. ولم ترى هذه الدولة النور تماما كما يحدث اليوم مع الأكراد وتحديدا قوات الأسايش الذين أحرزوا تقدما في الحسكة سرعان ما زال وهجه مع دخول التركي على خط التدخل البري في جرابلس. والهدف من العملية العسكرية التركية هو تطهير المنطقة من داعش ومنع وحدات حماية الشعب الكردي من إقامة ممر من ديار بكر وحتى مياه البحر الأبيض المتوسط شمال الحدود السورية مع تركيا. وهذه الحقائق تشير إلى أن حلم الأكراد في تأسيس دولتهم بات بعيد المنال على الرغم من آلاف القتلى الذين سقطوا في سوريا والعراق، ومن غير المستبعد أن تكون جثث عدد منهم في تلك المقابر الجماعية التي اكتشفتها الأقمار الصناعية في العراق والتي وصل تعدادها إلى أكثر من 72 مقبرة يتوزع عدد منها في مناطق ما زال تنظيم داعش يسيطر عليها. تركيا دولة علمانية منذ تأسيسها على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، ولكي يقوم بعلمنة الدولة التركية بشكل كامل اعتبر أتاتورك الحجاب تخلف ويشكل عقبة أمام حملته لعلمنة الدولة. ومنذ ذاك الوقت إلى يومنا هذا تشهد تركيا نقاشات كثيفة بشأن الحجاب ومنعه، على الرغم من أن المسلمين يشكلون في تركيا ما يقارب 95% من مجمل السكان. وبعد 8 عقود ظهور تاريخي لأول شرطة تركية محجبة. الحجاب الذي حظر إثر تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الدولة التركية الحديثة قبل 93 سنة عاد تدريجيا ليغطي رؤوس نحو ثلثي التركيات، وغطى شعر شرطية غزت صورها الوسائل الإعلامية بوصفها أول سيدة محجبة تعمل في سلك الشرطة النسائية، وذلك بعد أيام من صدور قرار يجيز للمنتسبات إلى الشرطة ارتداء الحجاب. الشرطية المحجبة وهي برتبة ضابط بنجمتين تدعى كونجالولاجي في الثلاثينيات من العمر ظهرت في مراسم إحياء عيد النصر في تركيا الذي أقيم في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول. وحجاب الشرطيات هو الخطوة الأولى من نوعها بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخيرا عدم الممانعة في ارتداء الحجاب في سلك الشرطة بعدما كان محظورا ارتداؤه على العاملات في المؤسسات الحكومية وطالبات الجامعات حتى سنوات قريبة، ما حدا ابنتي أردوغان إسراء وسمية إلى متابعة دراستهما الجامعية خارج تركيا التي يحكمها دستور علماني كان يحظر الحجاب. أفادت وكالة رويترز بمقتل عائلة من 16 فردا في اليمن بضربة جوية لقوات التحالف بقيادة سعودية. ونقلت رويترز عن شهود عيان أن الصواريخ سقطت على منزل الإمام صالح أبو زينة في محافظة صعدة بشمالي البلاد، وقد قضى الإمام وعائلته جميعها في الهجوم. وإلى فقرة ترانز مع زميلة نور صومة. مساء الخير نور. مساء النور سمر. شو عنا بترانز اليوم؟ اليوم رح نحكي على تويتر عن التضامن يلي صار مع زحلة، وأيضا عن الهجوم على النايب وليد جنبلاط. تابعونا. مرحبا.
تضامناً مع الانفجار يلي شهدته زحلة اليوم، أطلقوا المغردين هاشتاج زحلة، تصدر هالهاشتاج التوب تريندينجز على تويتر مع تفاعلات كتيرة عبرت عن أسف الناس وتعزيهم وتضامنهم مع أهالي زحلة وكل يلي تأثروا بهالحدث المريع. برحلته على جزيرة كورسيكا، نشر النائب وليد جنبلاط العديد من الصور شارك فيهم متابعينه سفرته، وبطريقة الفكاهة شبه أماكن عم بيزورها لأماكن معروفة بلبنان مثل صخرة الروشة وغيرها، ولكن التغريدة يلي نشرها وعلق عليها أبدا مثل لبنان يا قطعة من السما، مع الوجوه يلي عم تضحك إلى جانب هالتعليق، استفزت الكتار يلي فورا قاموا ضده دفاعا عن لبنان، منهم طلبوا منه يبقى مطرح ما هو إذا لبنان مش عاجبه، وغيرهم قالوا له إنه بسببك وبسبب باقي السياسيين صار لبنان مثل ما هو اليوم. سجل النادي الثقافي الرياضي الاجتماعي لبلدة الجديدة عكار للمرة السادسة رقم قياسي لأكبر ساندويتش شاورما بالعالم، طوله 14 متر و63 سنتيمتر، بحضور العقيد الركن مسعود أبو شقرة، مثل قائد الجيش العماد جان أهوجي وشخصية سياسية واجتماعية وثقافية وحشد من أهالي المنطقة. أخذ وقت تحضير الساندويتش تقريبا 5 ساعات وتطلبت حوالي 90 رغيف خبز صاج بسماكة مدروسة، 10 كيلو بطاطا، 24 كيلو دجاج وغيرهم من مكونات الشاورما يلي كلنا منعرفها. ومبروك لعكار من ترندز. تم القبض على المغني العالمي كريس براون بعد ما تلقت الشرطة اتصال من مرأة عم تطلب المساعدة على بيته بلوس أنجلوس. دخلت الشرطة بيته وألقت القبض عليه. حسب براون هو انظلم، ويلي اتصلت بالشرطة قالت انه كريس براون رفع عليها الفرد لما قربت على قطعة ألماس بيملكها صديقه. هالحادثة دفعت الفنان بانه ينشر على مواقع التواصل الخاصة فيه تعبير عن الظلم يلي دايما بيعيشه مع الشرطة، وقال بانه بنفس الوقت لما هو يتصل ويطلب مساعدة ما بيقوموا بواجبهم، والتحقيقات بعدها بكملة. ما تنسوا انه فيكم تتابعوا اخبارنا على صفحة ترندز على الفيسبوك او على صفحتي على فيسبوك انستغرام او تويتر. هول كانوا ترندز اليوم، منشوفكم بكرة بنشرة جديدة. كان في النشرة: عبوة زحل تقتل بائعة المحارم وتستهدف زوار المدينة. هذا مستهدف الأمن والاستقرار في منطقة البائعة. بري في الذكرى 39 لتغييب الإمام. لم يثبت لدينا لا علناً ولا سراً أن حياة أحد الأحبة الثلاثة قد انتهت. جدران الكنيسة تروي حكاية إمام المسيحيين. أن كل طلقة تطلق على دير الأحمر إنما تطلق على بيتي. النفايات في مكانك راوح، إحراج بلديات المتن لإخراج الطشنام. ما في أي شعب في زبالة تنكب بمشحمه، كل بلدية، كل نائب، كل كتلة خلية تتحمل المسؤولية. جديد الجديد، فهلوي يسألكم. تعرف شو يعني زواج المدام؟ حرية شخصية. كان في ترانز الليلة تضامن مع زحل وتنديد بالبيك السائح. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، وعلى فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. نعود ونلتقي مجددا في تمام 11:30 بإذن الله، فكونوا على الموعد.